نفى رئيس نادي برشلونة خوسي ماريا بارتوميو مجددا وجود اتفاق مع المهاجم الفرنسي أنتوان غريزمان، وذلك في الوقت الذي عارض فيه باريس سان جيرمان نجومه للبيع، وبالتحديد البرازيلي نيمار اللاعب السابق للفريق الكتالوني. وأيضا في ظل اهتمام كرة القدم الصينية بضم اللاعب تشيلي أرتورو فيدال. وقال بارتوميو في تصريحات صحفية أن برشلونة صرح دائما بأنه لم يتحدث مع غريزمان ولا يوجد أي شيء، وسيرى ما سيحدث في السوق خلال هذه الأيام والأسابيع المقبلة. وتعد رسالة إدارة الفريق الكتالوني واضحة وصريحة للغاية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن كل شيء تم الاتفاق عليه، وسيتم الانتظار حتى الأول من يوليوز المقبل عندما يتقلص الشرط الجزائري اللاعب من 200 إلى 120 مليون يورو للإعلان عن الصفقة. وذلك أيضا بعدما أعلن المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد ميغيل أنخيل خيل مارين في مارس الماضي أنه يعلم أن غريزمان سيلعب لصفوف برشلونة.